situation of children in Yemen is still a very, very dire situation. تعيش نسبة ضئيلة جدا إذا تم تقديم عناية طبية فائقة، وهذه غير متوفرة في كثير من الأماكن فيها خدمات صحية متواضعة. بحماية الأم نحن نحمي المواليد. الجرعة الأولى لا تعطي مناعة، هي مجرد تحسيس الجسم للقاح. نحتاج جرعة أخرى بعد شهر ستعطي مناعة لمدة 3 سنوات، ثم الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر، 5 سنوات الجرعة الثالثة، ثم الجرعة الرابعة بعد سنة، وهذه تعطي مناعة لمدة 10 سنوات، والجرعة الخامسة تعطي مناعة مدى الحياة. Let us be ambitious and let's say with support of partners, of great partners such as Pampers, within 5 years tetanus can be out of Yemen.